ومن الفوائد المتعلقة بالشتاء أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في المسند: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. سماه غنيمة، قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، قال: لأنه يأتي من غير كلفة ولا مشقة، لأن النهار قصير والجو بارد، فهو غنيمة يغتنمها، لكنها ليست غنيمة حارة، وإنما هي غنيمة باردة.